فحص الكالسيوم. يتم إجراء هذا الفحص كجزء من قائمة تحاليل الأيض الروتينية، وعندما يعاني شخص ما من أعراض الإصابة بمرض يؤثر على الكليتين أو العظام أو الغدة الدرقية أو الغدد جاري الدرقية أو الأعصاب، وعندما يكون الشخص في حالة صحية حرجة تستدعي مراقبة مستويات الكالسيوم لديه. الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة وأكثرها أهمية في الجسم، وهو ضروري لإرسال إشارات الخلايا ولكفاءة أداء وظائف العضلات والأعصاب والقلب، وهو عنصر أساسي لتكوين العظام والأسنان ولكثافتها وللحفاظ عليها، حيث يوجد حوالي 99% من الكالسيوم المركب في العظام، بينما 1% المتبقية فتوجد في مجرى الدم. قد تكون مراقبة مستوى الكالسيوم ضرورية عندما يصاب شخص ما بأنواع محددة من الأورام السرطانية، لا سيما سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الرأس والرقبة وسرطان الكلى وسرطان نخاع العظم المتعدد. العينة المطلوبة لإجراء الفحص تشمل عينة من الدم يتم سحبها من وريد في الذراع. قد يتم أيضاً استخدام عينة عشوائية من البول أو جمع عينة بول على مدى 24 ساعة. إن الأطفال حديثي الولادة وخاصة الغير مكتملي النمو والمواليد بوزن منخفض غالباً ما تتم مراقبتهم خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة تجاه نقص الكالسيوم في الدم. قد يرجع ذلك إلى عدم اكتمال نمو الغدد جاري الدرقية، وهو أمر لا يسبب أي أعراض مرضية. خدمة See My Result www.seemyresult.com